هل تخيلت يوماً أن الأسلحة النارية ستعمل أيضاً بالذكاء الاصطناعي؟ وهل توقعت يوماً أن سلاحاً نارياً يمكنه إطلاق النار بمجرد نظر صاحبه إليه؟ إليك المفاجأة، فقد طورت شركة بايوفاير تيك تقنية جديدة لمسدس ذكي يتم تفعيله بواسطة التعرف على الوجه، وهو أحدث تطور في الأسلحة الشخصية التي لا يمكن إطلاق الرصاص منها إلا بعد التحقق من أصحابها. ولهذه التكنولوجيا فائدة كبيرة في منع الأطفال والمجرمين من إطلاق النار من أسلحة الغير، حيث لا يطلق النار إلا ببصمات أصابع صاحبه. ففي أثناء تجربة المسدس أطلق مؤسس الشركة طلقة دون مشكلة، ثم حاول رجل آخر وهو مستخدم غير مصرح له إطلاق النار، لكنه لم يتمكن من ذلك لأن البندقية لم تتعرف على وجهه ولا بصمة إصبعه. ويمكن شحن الإصدارات الأولى من هذا المسدس خلال الربع الأخير من هذا العام، مع احتمال أن يصل سعره إلى نحو 1500 دولار. وأنت، هل مع هذه التكنولوجيا الحديثة أم ضدها؟